أهلا بحضراتكم معنا من جديد مشاهدينا الكرام. مهرجان القاهرة السينمائي الدولي به الكثير من الأفلام والكنوز السينمائية المصرية في دورته 45، ويمكن في ناس حقيقة من الخبراء والباحثين والمتخصصين المعنيين والمهتمين بشكل كبير جدا في أرشفة هذه الكنوز السينمائية المصرية العظيمة وفي الحفاظ عليها من خلال إعادة ترميمها، ترميم الأفلام أو ترميم أفيش أو أفيشات الأفلام للحفاظ عليها أكبر مدة وفترة ممكنة. دي حقيقة مسؤولية أنا شايف أن هي بتقع على عاتق وكاهل الجميع من المهتمين والمعنيين بهموم السينما المصرية، سواء جهات أو مؤسسات، وكمان في أفراد حقيقة شغلهم الموضوع ده وبحثوا عنه ورمموا الكثير من الأفلام المختلفة، ومنها 4 أفلام شاركت أو تم عرضها في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لهذا العام. معانا حقيقة الناقد الفني الأستاذ سامح فتحي، وهو أيضا باحث وباحث سينمائي ومؤرخ للسينما أو للفن المصري بشكل عام. أستاذ سامح صباح الخير وأهلا بحضرتك معانا. صباح النور، يا أهلا وسهلا. أولا منورنا ومشرفنا وجزيل الشكر على تلبية الدعوة، و دي مهمة صعبة، يعني منطقة حضرتك بتشتغل فيها يمكن مش منتشرة قوي ومش متداولة بشكل كبير فكرة ترميم الأفلام، وده في المقام الأول لازم يكون حد معني ومهتم وعنده شغف في هذا المجال ومهتم بأرشفة هذه الكنوز السينمائية المصرية للحفاظ عليها لأكثر فترة ومدة ممكنة. أنا بدأت بأرشفة السينما المصرية لما حسيت إن إحنا ما عندناش أرشيف للسينما المصرية، لأن كنت حابب إن أنا أعمل كتاب عن أهم 100 فيلم في السينما المصرية، فكنت حابب إن أنا أحط أستخدم الأفشات بتاعت الأفلام كل فيلم أنا بتكلم عنه، فطبعا ما لقيتش أي جهات ولا أي مؤسسات محتفظة بأرشيف للسينما المصرية، فاضطريت ابحث واشوف مين الناس اللي عندها الافشات الاصليه. انا من الاول وانا كنت بحب ان انا احتفظ بافشات، فكنت كل ما بجيب افيش والدي يقول لي لا ده مش الطبعه الاولى، الطبعه الاولى بيبقى الجوده مختلفه او الشكل او الصوره مختلفه، دقيق الالوان مختلفه، الخط مختلف. فابتديت ابحث عن افشات الطبعات الاولى، ابتديت اعرف ان هي موجوده في لبنان، في العراق، في سوريا، فابتديت ان انا اسافر واجيب اكبر عدد من الافشات اللي انا عايز استخدمها في كتاب ال100 فيلم، فكنت بلاقي حاجات كتير مختلفه مع الافلام اللي انا. طب استاذ سامح، يمكن في مهرجان القاهره السينمائي الدولي لهذا العام تم عرض 14 فيلم من الافلام اللي تم ترميمها يعني بشكل محدد، سواء ترميم الفيلم او ترميم افيشات الفيلم، ومنهم 4 من انتاجك تم عرضهم. طبعا حضرتك يعني رممت اعتقد اكثر من 25 فيلم بس اللي تم عرضه في مهرجان القاهره السينمائي الدولي 4 أفلام بالظبط. يعني لغير المتخصص مش الناس كلها تفهم يعني ايه ترمم الافلام، يعني ايه ترمم الافيش، يعني ايه اللي بيحصل، ايه الادوات والاليات والوسائل والاساليب المستخدمه، والاهم يعني ايه ترميم فيلم. والله احنا بنحاول ان احنا نحافظ على الافلام، فبنخرج النيجاتيف بتاع الفيلم، والنيجاتيف بيدرسل غسيل بمكان اللي هو الغسيل اللي بيغسل، وبعد كده الفيلم بيتغسل حاجة اسمها ويت جيت أثناء وهو بيتنقل، بعد كده الفيلم بيتاخد بيتعمل له سكان وصوت وصورة، وبعد كده بيشتغلوا على الفيلم كترميم في مدينة الإنتاج. يعني انا بختار الافلام اللي انا شايفها ان هي تستحق ان هي تترمم. ايه اهم وابرز الافلام اللي حضرتك اخترتها واشتغلت عليها؟ يعني انا طبعا يعني كنت سعيد جدا ان انا برمم افلام الاستاذ صلاح ابو سيف، يعني طبعا انا رممت 3 أفلام من افلام الاستاذ صلاح ابو سيف. اول فيلم اللي هو الأسطى حسن، اللي هو اللي خلى الاستاذ صلاح ابو سيف مخرج الواقعيه، صحيح، واول بطوله للاستاذ فريد شوقي، فده رممته الحمد لله لص حسن. ورممت الفتوة وبداية ونهاية، دي الأفلام اللي رممتها للأستاذ صلاح أبو سيف. لسه شغال على لوعة الحب وعلى لا تطفئ الشمس ومجموعة كبيرة برضو من أفلام الأستاذ صلاح أبو سيف،
وطبعا رممت فيلم من الافلام الاستاذ كمال الشيخ اسمه ارض الاحلام. لكن الافلام اللي اتعرض في المهرجان كان الفتوه وبدايه ونهايه وسواق الاتوبيس وايش البندق. دي الافلام اللي طيب اخترناها ان احنا نعرضها. اهم وابرز الصعوبات او التحديات اللي كانت بتواجهك في المجال ده ايه يا استاذ سامح؟ والله ان انا احاول اقنع الاشخاص اللي هم يمتلكوا الافلام ان هم يبيعوا لي الفيلم او يدوني الفيلم ان انا ارممه. فطبعا يعني كانت مفاوضات خدت وقت كبير يعني ورثت الاستاذ فريد شوقي، يعني اشتريت منهم كام فيلم من الافلام بتاعت الاستاذ فريد شوقي اللي انتجها، وخدت افلام من الاستاذه عبير ورانيا هم يمتلكوها اللي هو الفتوه والوسطى حسن والنمرود. فطبعا يعني خد وقت كبير عقبال ما اقنعتهم وعقبال ما بنخلص الاجراءات بتاعت الفيلم، لان الافلام موجوده في الثلاجه اللي هي بتاعت وزاره الثقافه في مدينه السينما. فعشان تقدم لهم الاوراق ملكيه الاشخاص دي يعني بيطلبوا حاجات يعني بتخلي الواحد يعني يعني امور واجراءات مرهقه. رغم ان هم يعني اصحاب الفيلم او يعني اولاد الفنان مثلا بيبقى عندهم هذا الارشيف، المفروض يبقى فيه يعني مساحه من التعاون، لان انت المفروض ان انت بتعيد ترميم او بتعيد جوده العمل الفني اللي بينعكس على الصوره والشكل والحركه. بالظبط، انا يعني ببقى حابب دايما ان الفيلم يعني يترمم على اعلى مستوى عشان الافلام دي انا حابب ان هي مش بس ان احنا نشوفها، يعني هم كمان في المقابل لازم يسعوا ليك، يعني اعتقد المفروض يعني المفروض يعني انا يعني بعمل حاجه ان انا عايز اخلي افلامنا تبقى متشافه كمان عالميا. يعني انا بترجم الافلام دي للغه الانجليزيه والفرنسيه. جميل جميل. عشان افلامنا تقدر توصل، وبحاول ان انا الافلام دي اعملها اسطوانات دي في دي وبلوراي، بحيث ان برضو الناس اللي مهتمه بره اللي حابه تحتفظ بافلام يبقى عندهم افلام السينما المصريه، لان افلامنا ما يعني مع الاسف يعني ما بره ما حدش يعرف حاجه عنها. فانت يعني لازم بتكلمهم باللغه يعني اللي يفهموها، وبالتالي بتترجم الاعمال دي انجليزي وفرنساوي في اكتر من لغه، ولا دي اللغات المتاحه حتى الان؟ دي اللغات اللي انا يعني مبدئيا بشتغل عليها، لكن فيما يعني بعد كده ممكن اترجم بيت اللغات. ودي جزئيه مهمه زي في المقابل لما احنا بنتفرج على افلام امريكاني او افلام هنديه او بالزبط. اوروبيه لازم تبقى مترجمه عشان اقدر ان انا يعني افهم القصه والصوره والحدوته بيتكلموا عن ايه. بالظبط، انا من خلال الكتاب اللي انا عملته كتاب ال 100 فيلم ده الجامعه الامريكيه ترجمته للغه الانجليزيه. جميل. فالحمد لله يعني ان الكتاب بقى موجود بره، يعني في تعريف بالسينما المصريه وتعريف ايه هي اهم افلام السينما المصريه. لو اتعرض عليك فيلم وطلب منك انه يعني يتم ترميمه، هل المده الزمنيه اللي بتاخدها تقريبا بتبقى واحده في كل الافلام، ولا بتختلف او بتتفاوت، والتفاوت على اساس ايه؟ الموضوع ده كمان مكلف، فكره الترميم ده مكلف على المستوى او الصعيد المادي ولا؟ طبعا. قرب لنا الصوره شويه عشان مش الكل فاهم يعني ايه ترميم الافلام. يعني مكلف جدا بالنسبه لي. لكن بالنسبه للاسعار بتاعت بره، هنا في مدينه الانتاج بيرمموا باسعار كويسه جدا يعني بالنسبه لبره. تمام. لكن بالنسبه لي انا مبلغ كبير، يعني انا بدفع مبالغ كبيره لكل فيلم، يعني مبلغ كبير. وبجيب هاردات عشان الفيلم اقدر ان انا اعمله دي بي اكس، بحيث ان الفيلم يبقى عندي النيجاتيف، ما اقدرش يعني بعد كده ما ارجعش للنيجاتيف، يبقى عندي النيجاتيف ديجيتال رقمي. فطبعا يعني بياخد مني مبالغ كبيره سواء كده او كده، فالتكلفه كبيره يعني. حضرتك في مجال الترميم ده بقى لك قد ايه؟ يعني شغلك وتخصصك في هذا المجال بس، ولا ليك كتابات وليك كتب بتتكلم فيها عن تاريخ السينما المصريه وهذه الكنوز حقيقه اللي كانت وما زالت شاهده على عظمه التاريخ والفن المصري الاصيل؟ انا زي ما قلت لك ان انا محتفظ، انا عندي ارشيف للسينما المصريه، عندي حوالي 2500 افيش ل 2500 فيلم. فده ارشيفي، وفي عندي صور فوتوغرافيا وفي بريس بوك. فده اللي انا حابب ان احنا يبقى عندنا ارشيف للسينما المصريه. بجانب بقى ان انا برمم الافلام عشان برضو الافلام يعني يبقى برضو عندنا ارشيف للافلام. فده انا بعملهم
حاجه حبا في يعني السينما. يعني انت عاملها يعني انت يعني عندك شغف في الجزئيه دي، بس لو حسبناها حسبه المكسب والخساره، وده مش عيب لانه الشغل في النهايه انت بتشتغل عشان مقابل او عائد مادي. ممكن البعض يتساءل يعني ايه اللي بيعود عليك في فكره ان انت لما ترمم فيلم او ترمم افيش فيلم انت ممكن تستغل ده او تستفيد ده ازاي ان هو يعود على البلد ويعود عليك كمان بالنفع، يعني ده ممكن تسوقه ازاي؟ ما انا لحد الان ما استفدتش باي حاجه. انا بعمل الحاجه بمنتهى الحب ولسه يعني ما فيش اي حاجه جت، ولا انا مجرد بس ان انا بعمل وبعد كده بشوف. يعني هو المفروض بعد الترميم ايه الخطوه اللي بعد كده؟ يعني طرق التسويق، المشاركه للافلام دي، هل متاح ان افلام قديمه مثلا بقى لها 100 سنه او اقل ان هي تشارك في مهرجانات مثلا معينه، مهرجانات معنيه بالسينما بالفن، ده متاح ان ممكن مثلا ما جاتلكش الفرصه المناسبه بس وارد ان هي تجي لك في اي وقت، ولا انت في حدود ان انت مشاركاتك مثلا لو في مهرجانات زي مهرجان القاهره السينمائي الدولي وده مهرجان سنوي يعني بتبقى مشاركه سنويه بالظبط؟ لا انا بحاول اسعى في اكتر من مهرجان ومهرجانات دوليه، بحاول ان انا عايز افلامنا توصل بره. فلا بحاول يعني ان انا اسوق الافلام، بس لسه لحد الان ما عرضناش اي حاجه بره. بس في بعض المهرجانات طلبوا ان هم يعرضوا الافلام، فلسه في تفاوض. وطبعا بعض المنصات بحاول ان انا يعني اتواصل معاهم ان الافلام نقدر نديها المنصات الافلام اللي انا امتلكها. لكن الافلام اللي انا برممها اللي هي ملك مثلا الاي ار تي او ملك اشخاص، دي هم احرار فيها. انا مجرد بس والافلام اللي حضرتك بتمتلكها على اساس ايه؟ يعني توزيع الملكية أو توزيع الأدوار بيتم على أساس يعني مثلا لو أخذنا نموذج أو مثال أفلام الفنان الكبير فريد شوقي والتفاوض مع عائلة أو أسرة الفنان فريد شوقي، الملكية بتبقى عندهم ولا عندك؟ ويعني إيه مفهوم الملكية للأفلام؟ يعني أنا مثلا فيلم رصيف نمرة 5 أنا اشتريته من ورثة الفنانة هدى سلطان، اشتريته من 36 نفر. يعني نقل ملكية إن هم يمتلكوا الفيلم وبيبيعوه لي وانا ببقى صاحب الفيلم بعد كده. فبس بشتري من الشخص نفسه اللي هو يمتلك الفيلم من خلال غرفه صناعه السينما ان هم عندهم ما يثبت ان فلان هو يمتلك الفيلم. ومع عرضه يبقى انت حضرتك المتحكم او المسيطر في بالزبط. في العرض او عدم العرض. بالظبط، ما خلاص بقى الفيلم بقى ملكي يعني. ادي المنصات، ادي القنوات، ادي المنصات ممكن تكون دلوقتي يعني اكثر رواجا من فكره القنوات التلفزيونيه التقليديه في عرض الافلام السينمائيه. طبعا يعني المنصات يعني دلوقتي الاقبال عليها اكثر. طبعا، بس الحمد لله يعني احنا لما عرضنا الافلام السنه دي في مهرجان القاهره كان في اقبال غير عادي يعني على الافلام الكلاسيك، يعني الناس القاعات بتبقى كومبليت. فيعني الحمد لله يعني الناس ابتدت تبقى عندها وعي ثقافي واهتموا بحاجات احنا كلاسيك. احنا بنشوف مع حضرتك دلوقتي مع الساده المشاهدين بعض اللقطات من فيلم سواء الاوتوبيس الفنان طبعا القدير رحمه الله عليه الفنان نور الشريف، وده فيلم من الافلام الكثيره اللي حضرتك ساهمت وشاركت او كنت معني بالدرجه الاولى حتى نكون اكثر دقه في ترميم الفيلم وترميم افيش الفيلم. ايه الصعوبات اللي بتواجهك او بتقابلك اثناء فكره الترميم، وعلى اي اساس تقدر ان انت تحدد جوده العمل بعد ترميمه؟ يعني وصلت نسبة نجاح قد إيه في الجزئية دي؟ لأن في النهاية بيبقى في حد أقصى للجودة اللي ممكن يخرج بيها الفيلم أو العمل الفني. لا هم اشتغلوا بصراحة في المدينة يعني وقت كبير على فيلم سواء الأوتوبيس، لأن الفيلم يعني كان خلاص النيجاتيف في سكراتشات كتير، في تجاريح كتير، الفيلم كان فيه مشاهد خلاص بتتمسح من الخام بتاع الفيلم، فقدرنا ان احنا نوصل للصوره اللي انتم شايفينها دي يعني في وقت طويل يعني والفيلم كان فيه هزات، فقدرنا برضو ان احنا نظبط الهزات. يعني طبعا انا يعني انا مجرد ان انا بودي لهم الفيلم وهم اللي بيشتغلوا عليه يعني انا مجرد ان بس انا بس انت بتشرف كمان لو ليك اي ملاحظه او في طبعاً حاجه محتاجه تعديل او اعاده النظر فيها. لو في مثلا مشهد هم عاملينه هو مشهد ليل هم عاملينه نهار، انا بقول لهم لا المشهد ده ليلي المشهد ده نهاري. في مثلا الالوان مختلفه عن الالوان اللي انا واخد عليها، بقول لهم اظبطوا الالوان.
مثلا في هزة في الفيلم، هم مثلا يقولوا دي حركة كاميرا، أقول لهم لا الفيلم ما فيهوش حركة كاميرا، الصورة ثابتة. صحيح فأنا ببقى معاهم برضو في أي حاجة، صحيح. يعني في مشكلة مثلا في الصوت، في ازاي يتعاطوا ويتعاملوا مع اي مشكلة او ازمة تطرأ بالظبط. يعني. طيب انا كمان زي ما قلت لك ان انا بترجم الافلام في دي اكبر جزئية مهمة معامل جدا على فكرة طبعا. واهم معامل، يعني ان انت تاخدي الفيلم تحس ان انت ده هو الحوار بتاع الفيلم زي ما هو يعني. فدي برضو حاجة صعبة جدا، ان انا عايز اخلي الاجانب برضو ما يحسوش ان هم صحيح. سريعا، اهم وابرز المشاركات الخارجيه او في الفعاليات الدوليه اللي حضرتك شاركت فيها او كنت بتتابع فيها الاعمال. انا طبعا يعني شاركت في كذا مهرجان دولي بمعارض الافشات السينما المصريه، يعني شاركت في مهرجان قرطاج، شاركت في مهرجان ابو ظبي، ومهرجان الجونه، ويعني شاركت ومهرجان البحر الاحمر. يعني اخر حاجه انا عملتها في مهرجان البحر الاحمر، عملنا معرض للفنان فريد الاطرش الافشات بتاعت افلامه جميل وصور فوتوغرافيا. جميل. فطول الوقت يعني انا مهتم جدا ان احنا الفن بتاعنا يبقى موجود في جميع انحاء العالم. انا بشكر حضرتك جدا الله يكرمك. الاستاذ سامح فتحي المؤرخ والناقد الفني، نورتنا وشرفتنا، الله وبالتوفيق يكرمك. دايما في هذا المجال. اشكرك شكرا. جدا اشكرك. شكرا، والشكر موصول لحضراتكم مشاهدينا الكرام. بكده نكون وصلنا واياكم لختام هذه الحلقه من هذا الصباح. بشكركم جدا والى اللقاء.